اليورين اناليسيس، اليورين اناليسيس عندي كعينة لازم نشوفها ونفحصها على ثلاث طرق. الطريقة الأولى أو خلينا نقول عندنا العينة لازم نشوفها ماكروسكوبي ونشوفها مايكروسكوبي. ماكروسكوبي بالنظر بنشوف العينة، في منها فيزيكال زي الكلر زي اللون زي الفاسفراسي زي البي اتش، عندي سبعة بارامتر بنقيسهم فيزيكال. في عندي من الماكروسكوبي قسم ثاني كيميكال. كيميكال عملية أيضا بسيطة جدا، خلينا نجيب عينة ونطبق عليها. مثلا عندي عينة يورين الآن خلطناها في الأول، درناها في يورين تيوب، يورين تيوب. العينة هذه لازم يكون حجمها من 30 ل 50 مل، هاي الأنبوبة حجمها 12 مل. أخذنا العينة، هاي العينة الآن بنطلع فيها شو اللون؟ أصفر. بيل يلو، أصفر فاتح مش غامق. ترانسبيرانسي الشفافية، هل فيها عقارب؟ لا. كلير بتسجل هدف ايه في الريبورت بتاع اليورين. في عندي مقاييس ثانية ممكن نشوفها، هل في فوم رغوة؟ لا. يبدو انه العينة لغاية الآن سليمة، لكن أنا ما بقدر أوضح أكثر من هيك لما ينتهي الفحص. طيب لسه شفنا الآن فيزيكال، إحنا الآن بدنا نشوف كيميكال. كيف بدنا نشوف كيميكال؟ عملية بسيطة جدا، عندي هذا اسمه يورين ستريبس اللي هو الستريب بتاعت اليورين، هذه موجود على كل ستريب، موجود على كل مربع مادة كيميائية، أي أننا سنقيس كيميائية. موجود مادة كيميائية، هاي المواد الكيميائية اللي موجودة عندي، موجود ليكوسايت. إذا تغير اللون عندي حسب اللون اللي موجود عندي ها بيحسب لي كم هي درجة وجود كرات الدم، خلايا الدم البيضاء. موجود عندي نايتريت، النايتريت هنا يا جماعة الخير توحي لي عن تحول من النايتريت للنيترات، النيترات للنيتريت، ومن يحول هذه النيترات النيترات للنيتريت هو بكتيريا زي شريشة كولاي سودوموناس، العديد من مجموعة من البكتيريا تحولها. طيب شو وجود، شو علاقة وجود البكتيريا في اليورين؟ خلي بالك اليورين والدم والعضلات والأعصاب بما فيها المخ ستيريل، يعني ما فيش فيها بكتيريا. عينة اليورين ما فيش فيه بكتيريا، ما فيش فيه جراثيم، ستيريل. ها ستيريل اليورين. الستول ثلث وزن المادة الجافة بس بكتيريا. الفم عندي 300 ل 400 نوع من الجراثيم. اليورين ستيريل تمام. طيب لو وجدت بكتيريا مثلا شريشة كولاي معناته حولت للنيتريت، النيترات لنيتريت تمام، معناته في ايه التهابات مسالك بوليه، هذا النيتريت. طيب في عندك يورو بالينوجين برضه حسب التغير اللي صار عندي في بروتين، في بي اتش، في بيليروبين، في اللي هو سبيسيفيك جرافيتي الكثافه النوعيه، قد ايه نسبه الميه للمواد اللي موجوده او نسبه المواد الموجوده في 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 عينه البول. هذا مقياس حنفهمه احنا في المواد في المصفات القادمه، لكن خلينا بشكل عام انا بحكي كيتون بادي بيليروبين جلوكوز سكر. السكر يظهر في البول بعد ما يرتفع في الدم اكثر من 180 ملغ بير ديسيلتر، اكثر من 180 ببلش يظهر عندي في البول. يعني لو لقينا سكر في البول جلوكوز معناته كان في الدم ايه اكثر من 180. طيب الان بنيجي بكل بساطه نغمر هذا الستريب، نمسحه تمام،
معانا الجيجا الجيجتين ماكسيمم، بعد هيك اكثر من هيك بنفعش اقرا هذا الستريم. كيف بقراه يا استاذ؟ باجي بضع العينه هنا الستريب زي هيك، مسكها. طلاب كثير بتسالنا كيف استاذ بيمسك الستريب، بتطلع لي عندك الالوان طبيعيه تمام. فاذا عندي الليكوسايد والنيوتروفيل والليوبلينوجين جلوكوز بي اتش سبيسيفيك جرافيتي كله نورمال طبيعي نيجاتيف والى اخره يسجل. الان تمت القراءه زي هيك، خلصنا الشق الكيميائي في مايكروسكوبي. ضل عندنا مين؟ مايكروسكوبي نشوفه تحت الميكروسكوب للعينه تمام. الان كيف بدنا نشتغل؟ هاي خلصنا منها احنا هيك تمام، نضعها هنا، نرجع هذه، بناخذ العينه هذه في لا سنتريفيوج، هنيجي نشتغل على السنتريفيوج. العمليه بسيطه جدا ايضا، تعطيني المنظر طبعا لازم ابحث في داخلها، لانه زي ما حكينا على موضوع البالانس الاتزان. هل يجوز اني في الميكروسكوب اضع العينه وحده؟ ما بينفع، بدي بالانس في بالها. البالانس بصير كالتالي، هيك في اتزان، هاي بنضعها وهذه اقبالها بنضعها. الآن الشغل عندي جاهز، وبنترك 5 دقائق تمام. الآن عندنا حنروح تحت الميكروسكوب نشوف شو موجود في عينة اليورين. طلعت عندي من السنتريفيوج زي ما احنا شايفين، حدث ترسيب في القاع. شو انا راح اعمل في عينه اليورين بعد السنتريفيوج؟ شوفوا معي، بكبها وبخلي نقطه. درتها، مش انه درتها خلصنا منها. السوبر ليتنت العلق الكل اللي فوق هذا ما بيلزمني. طب مين اللي بيلزمني؟ اللي ظل منتصف الجزء البسيط هذا في القاع. فبنروح ايش مسويين هذا فيه؟ جاهز الان انه نشوفه تحت الميكروسكوب. بناخذ السلايد هنا، وعلى السلايد بناخذ فاضيه. انت شايفاها فاضيه تمام. هاي نزلت العينة، العينة موجودة عندي هنا. طيب شو بدي اعمل فيها الان؟ شوف معايا عاد، ركز هنا. الكفر سلايد اللي انا بدي استخدمه لازم اسقطه بطريقة ميكانيكية مطلوبة، ممنوع فقاعات هواء. هاي عندي هنا العينة، بأسقط طرف السلايد زي هيك، بعدين اصبع اصبع بنزل بترك لايه تنزل من الطرف. الان العينه عندي توزعت جاهزه للقراءه تحت الميكروسكوب. يعطيكم العافيه، نروح على ملانا العينه. نعم نكتب في حصل دكتور بالطبع كالسيوم اوكسيليت، بنكتب احنا والطبيب بيقول باللازم.
التهابات ارتفاع في سرعات الدم خلايا الدم البيضاء او بنقول عنها باس سيلز. خلايا الدم البيضاء كثيره نعم موجود عندي هنا هذه خلية دم بيضاء هذه هيها هاي خلية دم بيضاء هاي خلية دم بيضاء أنواع منها هان اللي موجود إبيثيليال سيلز شايفينها زي الحجم الكبير وفي داخلها نوع إبيثيليال سيلز أنسجة طلائية اللي أخذناها في الأنسجة خلية دم بيضاء شايفينها شايفين هاي اللي بتمشي أنا بجري وراها بالسهم هذه الكتير طبعا وين راحت هي شردت من الضوء أثر عليها الضوء وشردت هاي كلها هذا اللي موجود عندي أجريجيشن تجمع للأملاح هذا اللي موجود عندي الياف من الشاش اللي استخدمناها او من قميص او بنطلون عفوا او غبار كلها موجوده تمام هذه بثيليال سيلز منتصف عليها الياف هاي الحاله صراحه نادرا لما تجينا هنا على الجامعه فيعني تعتبر فرصه ذهبيه انكم تشوفوها يعني وبفرحوا زملائنا لما بشخصوا هذا كلهم بيثيليال سيلز اللي تو كنا عندهم لا نعم